اهلا يا دكتور، نحب نتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا الدكتور هشام الجيار، استاذ الامراض الباطنه والغدد الصماء بكليه طب عين شمس، ورئيس المؤتمر العاشر للدائي ايجيبت 2018. تشرفنا يا دكتور، احنا شايفين جهد كبير جدا في المؤتمر، الناس كلها الحمد لله مبسوطة. الحمد لله. طيب دكتور، كنا حابين نعرف قد ايه مهم ان مريض السكر يبتدي يغير نمط حياته من بعد اكتشاف المرض، قد ايه ده ممكن يساعده ويمنع مضاعفات؟ والله كل الجهات العلمية بتؤكد على ان نمط الحياة هو الخطوة الاولى قبل الادوية، بمعنى ان الادوية كلها ليها اثار جانبية، وفي كثير من الاحيان ما بتوصلش المريض للي احنا عايزينه. فنمط الحياة ينقسم لثلاث اربع اجزاء. الجزء الاولاني الحركة، وطبعا الحركة مطلوبة كل على حسب يعني استطاعته. الجزء الثاني الاكل، واحنا دايما بنخلي المريض يحاول يوصل لوزنه المثالي بتنظيم الاكل، مش بالحرمان، بتنظيم الاكل. الحاجة الثالثة التدخين، مهم جدا ان كل مرضى السكر يبطلوا دخان. والحاجة الرابعة الستريس او التوتر العصبي بقدر الامكان. تمام، ميرسي يا دكتور، شكرا لوقت حضرتك. شكرا.